جينا قبل المغرب بدون اي مقدمات، ضربوا فيه، بدأوا يضربوا بافتراء بقى. والغاز ما كانش بيبقى موجه في الهواء زي ما بنشوف، لا ده كان بيبقى موجه للبشر. مش عارف ده كان بيضرب غاز ولا قصد يضرب صواريخ، ده صواريخ غاز يعني، مش المفروض غاز مسيل للدموع، لا ده صاروخ غاز عشان يطير اللي قدامه. بعد شوية العربية اللي هي المدرعة اللي هي اللي بيسميها الضابط زي ما بيقول، بيسميها الميكروباص للضابط نفسه اللي هو النقيب بتاع من المركز اللي بيقول بيسميها ميكروباص، جه دخل علينا. فأنا بجري مع الناس اللي بتجري، اداها له ورا القلب، معظمها جه ورا القلب على طول. طبعا في منها راح على الكلى، في على الرئة، في دراعي، في رجلي. اترميت على الأرض، ناس شالوني، قعدت في مدخل عمارة معرفش بالوقت قد ايه، لان انا ما كنتش في وعي. انا افوق واروح يعني اتوه شويه. حصل ان هم اتصلوا على الاسعاف، ما جاش الاسعاف، شالوني ودوني مستشفى خاصه. كل اللي عملوه شويه شاش حطوهم على ظهري، ما يعرفوش اصلا ان انا عندي نزيف على الرئتين ولا الرصاص جوايا، لان ما تعمليش اي اشعاعات. رحت عندنا قعدت في البيت يجي يومين بموت فيهم طبعا، لان انا خايف ان انا اخش، لان انا عارف ان الامن لو انا رحت اي مستشفى وقلت اسمي هياخدوني من المستشفى، لان هما ما عندهمش ضمير ولا عندهم، وما زالوا لحد دلوقتي يعني بيضحكوا علينا بيقولوا ان هما اتغيروا. اتغيروا منين؟ هو اللي بيتغير تربية السنين دي كلها بتتغير في سنة، وايه اللي اتغير عشان هما يتغيروا؟ زي ما احنا لسه ممسوكين مجلس العسكري مطلعنا في الاخر بلطجية، جاي فيه تكريم للمصابين. انا دلوقتي سجلت اسمي في بياناتي تبع المصابين وعملت كومسيون وعندي نسبة عجز اكتر من 50%. هما بقى بيقولوا في الاعلام ان هما بيعالجوا المصابين، بيقولوا ان هما بيصرفوا تعويضات، بيقولوا اللي بياخدوا معاشات، بيقولوا بياخدوا شقق. الكلام ده ما حصلش. هو كل اللي حصل ان هما ادوا لي تعويض، او بمعنى اصح اللي بيقولوا عليها حاليا مستحقات مالية، خدت جزء بس. كل ده وفي الاخر طلعوني، كان في تكريم في شهر 10 يوم 31/10 على مستوى الجمهورية. ده اللي انا اعرفه، ان المحافظين بيكرموا المصابين اللي عندهم، كل واحد بياخد شهادة تقدير ونشان حتة حديدة كده عليها علم مصر. ما ادونوش الحاجة دي ليه يا جماعة؟ قالوا اصل جاي جنب اسمك من الصندوق، صندوق رعاية المصابين، باعت ان اسمك جنبه صحيفة احوال. يعني ايه صحيفة احوال؟ قالوا يعني عندك سوابق. من الاخر عايزين يطلعوني سوابق. على طول قمت رايح عامل فيش مستعجل، ما عنديش اي حاجة. حصل دلوقتي ان عملوا كارنات للمصابين، طيب عمال اجري. قال له رحت المحافظة عندنا، انا ما جاليش ليه؟ قال له اصل الورق اختفى. ليه؟ بيقولوا له اصل المجلس العسكري او بمعنى اصح الصندوق مش راضي يتعاون مع المجلس القومي، فورقه اختفى مفيش تعاون. قدم ورقك من جديد. رحت قدمت ورقي من جديد وقدمت ورقي تاني، قلت لهم يا جماعة خدوا صور اهي برضو عشان تعملوا لي الكارنيه. قالوا لي ان احنا بنتعالج تبع المستشفيات زي ما بيجوا في الاعلام كده. انا عمال اجري دلوقتي على مستشفيات تبع المحافظه، كل ما اروح مستشفى ما عنديش الامكانيات. وادا معايا ورق برضه ممضي من المحافظ، طلب من المحافظ كنت طالبه وبمضيته ان انا اتعالج. قدمت طلب قبل كده ما تعملش حاجه. الطلب التاني كتب فيه سرعه اتخاذ اللازم. ايه اللي حصل؟ قالوا له هنوديك المستشفيات اللي عندنا. ودونا عندنا مستشفى المنصورة، صندوق مستشفى الدولي في المنصورة، كتب عندي يحول إلى مستشفى الجامعة لعدم توافر الإمكانيات. رحت الجامعة، يحول المريض إلى مستشفى أخرى لعدم توافر جهاز الأشعة، يعني ما عندهمش الإمكانيات. رجعت تاني للمحافظ، قالوا هنبعت ورقك لمصر لما نشوف هيبقوا يردوا علينا، ولحد دلوقتي ما ردوش. أنا بقى اللي بدأت أجري وبدأت أجي هنا ودخلت القصر العيني، بس طبعا ما فيش أي إمكانية إن أنا أطلع اللي عندي. كل الدكاترة بتخوفني إن أنا عندي خطر ان انا اطلع اللي عندي، لان انا عندي على الرئه، موجود على الرئه نفسها، وفي جنب الكلى، وفي جنب البنكرياس. انا لسه جواه ما يقرب، انا كنت بقول من 80 ل 90، بعد الاشاعات اللي انا عملتها انا شايف ان انا عندي اكتر من 90 وحده، على الرغم ان انا طلعت بعد اصابتي من 16 ل 17 وحده. كل ده خرطوش، للي بيقولوا ما فيش خرطوش، زي ما مدير الامن عندنا اللي هو كان مدير المباحث الجنائيه بيقول في الجلسه ما فيش خرطوش، وما زالوا بيقولوا ما فيش خرطوش. بيضحكوا على مين؟ يعني انا حاجه اجيب ازرع جوه جسمي كل الخرطوش ده؟ بيضحكوا على مين بقى؟ على الشعب بتاعنا اللي في القنوات بتاعتنا، اللي يجي في القناه الاولى مثلا يقعد يقول ان دول بلطجيه. ادي البلطجيه اللي بيقولوا عليها، ما عنديش احكام. وانا لو انا فيا صحه ان انا اقعد مع الناس دي انا هقعد معاها.
بنقول ايه بس، ان شاء الله هتنضف. بس لما المجلس العسكري ده يقعد ويعرف ان احنا شعب له كرامة، لان احنا كنا عايشين من غير كرامة، وده اللي عندي.